راح أقول لك أنت شغلتين بحياتي. الأولى أنت شغفي، وتعرف شنو هو الشغف؟ وقد شغفها حب، الشغف الغشاء الرقيق المحيط بالقلب. أنت حايط قلبي وممنوع أحد يدخل غيرك، وأنت حبيبي. وتعرف يعني شنو الحبيب؟ ما سامع حديث النبي، الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى ابتلى بحبيبته وصبر له الجنة. الحبيبة هي العين، والله أنت أغلى من عيني، لأن بيك وياك أشوف الدنيا حلوة. صدقني بلياك أعمى وما أشعر بالآخرين. أتمنى تحبني وما تتغير علي، أتمنى تكون وياي على طول. مو شرط نكون مع بعض والنهايات تكون سعيدة، لا، أهم شيء الأحداث تكون سعيدة وما تبتعد عني.